قولي كده عاداتك وتقاليدك في يوم رأس السنة، يعني مكان معين متعود تروحه كل سنة كده ايه؟ بصراحة أنا في رأس السنة بشتغل، عندك ممكن حفلات؟ ممكن مثلا بعد رأس السنة أبتدي أحتفل بقى برأس السنة بعدها بخمس ست أيام كده ولا حاجة. ياه. إنما رأس السنة شغل، بالنسبة لك حفلات طبعا بقى. موسم بالنسبة لك طبعا. صح. بقول لك ايه بقى، قولي. تيجي نلعب؟ احنا بنلعب من الصبح. لا لا لا، احنا كده قاعدة بقى وبنسأل. تعالى العب حصل وما حصلش. احنا نسأل وانت تقول حصل ولا ما حصلش. بس ايه يعني، هتفاجئوني ولا ايه ظروف؟ شوية. لا ما تقلقش. بس هي مفاجآت حلوة. انت صريح، مش محتاج بقى تداري. يلا اسألي يا ندى. طيب، غنيت في مكان قبل كده بلقمتك بصراحة؟ يعني ايه بلقمتك؟ يعني ما اخدتش فيه فلوس. يعني لو اتعشيت، رحت انت والفرقه بتاعه وتعشيتوا عشوه حلوه و... دول اتعشوا واكلوا كمان ضرب وحصل. حصل في اول طريقك طبعا. طبعا كتير. كمان. طيب قول لنا بقى، احكي لنا. يعني رحت سافرت كتير، يعني رحت مثلا المنصوره، خلصت شغل ومش لاقي الراجل اللي المتعاهد اللي جايبني. طب عشونا. طيب مفيش اي حاجه، نشفت والدنيا ظلمت مره واحده. كل الناس روحت وسابتني ولا اكني كنت موجود. يا اخوانا يا جماعه، انا هنا ليا فلوس وليا، ده انا جاي من اخر الدنيا يا استاذ، شوف اللي جايبك وبتاع. احنا عملوا من بنها مش من المنصوره. عملوا من بنها، عملوا من الجلاديش. طيب حصل ولا ما حصلش ان حد قبل قال لك قبل كده ان صوتك وحش؟ حصل. ايوه طبعا لازم يحصل. ده واحد ما بيفهمش بقى. مش لازم، اصل ما فيش حد هيقول عليا، كل الناس هتقول عليا هو حلو. لا طبعا، لا طبعا، ما فيش اي حد في الدنيا كده. لازم تلاقي واحد مثلا، ممكن هو مش حبيبني في حاجه، شايفني هو مش حبيبني في حاجه مثلا، فصوتك وحش وخلاص. يعني اقرب حاجه ممكن يقولها لي الغنوه دي، ما كانتش صوتك فيها، مش لايق على صوتك، مش لايق على صوتك. كتير في كده طبعا. اسمي ورا ظهرك، انت دلوقتي راجل نجم. لا والله انا بحب انك قاعد معانا. يا حبيبتي، ده شرف ليا انا والله العظيم، ده انا اللي مبسوط بيكو. وحلقه جميله، كل سنه وانتم طيبين. انت طيب بجد. قول لنا بقى، مره بتغني كده ومنجلي فجاه نسيت الكلمات الاغنيه؟ حصل ولا ما حصلش؟ هو كله عندك حصل. أيوة. ما عندكش حاجه ما حصلتش؟ لا لو حاجه ما حصلتش اعمل كده. لازم النسيان. إيه بقى؟ يعني انت ممكن دلوقتي، يعني انا نسيان على طول؟ ده انا صح زهايمر. ولا لا يعني، بس الواحد برضو يعني من الشغل يعني الخبره بتخلي الواحد يعرف يتصرف طبعا. ممكن ممكن وانا بغني دلوقتي مثلا اقول مثلا قلبي اتغير ما بحن لهاش، الكلمتين طاروا مره واحده. طب وانا قاعد. طب بتعمل ايه بقى؟ اتاتينا ترى ترى لا شوفاش. متعبني. خدوا بالكم، اول ما قلت كده لا لا يبقى نسي. انت لازم يقعد لك الملقن اللي كان بيقعد زمان في البوكس ده قدام المسرح. لا والله ساعات الواحد يعني ممكن ابقى واقف بغني على الستيج ومره واحده خلاص اغني انسى الكلام. يعني اجي انسى بحيي العريس طبعا، الناس الموجوده لا بس ده حقيقي ما شاء الله. اي مطرب يعني ناس كتير يعني بيحصل لهم ده، لازم يحصل. لازم يحصل الاغنيه مره واحده بحيي العروس. لا ده بيبقى دايما ما كانش كويس. واعمل اي حاجه، المهم ان ما حدش ياخد باله ان انا نسيت حاجه. لا ما حبيناش. عريس صباح الفل. ايه حد يقول حاجه يا جماعه؟ حد يغشش؟ حد ما حنلهاش بعد ما حنتلاش ايه اللي حصل يا اخوانا؟ بيحصل. بننسى كتير و بس مش على طول يعني. طيب صاحبت واحدة قبل كده عشان توصل لصاحبتها ومتقولش لا؟ يلا ايه الكلام ده؟ يلا. ده اسمه كلام. وانت طب صغير. يلا قول حصل. وانت صغير ايه؟ وما تكذبش عشان اللي بيكذب وانت يروح النار. انت لا مش مصدقك. اشمعنى دي اللي ما حصلش؟ دي ما حصلش اللي مركزين؟ ما انا بقالي ساعه حصل. اشمعنى دي؟ مش مصدقني. ما حصلش. لا بجد ما حصلش. ما صاحبتش واحده عشان توصل لصاحبتها؟ لا مش مبدأ ده. طيب ما كنتش عندك صديقه عاديه مثلا وبعدين اعجبت بصاحبتها؟ هي صديقه عاديه ما فيش بينك وبينها حاجه، بس اعجبت بصاحبتها يعني، وبدات بقى توطد علاقتك بالصديقه دي عشان ما بعرفش اعمل كده، بيبان عليا. غلبان انت والله. مع بيبان يعني ان انت اكتر برج بتاع ستات. لا ما انا عشان كده عمال اقول له، بيقول يعني هي دي اللي ما حصلش.
ستات دي مش كده والله، عشان كده في حاجات مش حقيقيه. ماشي. على فكره في الابراج حاجات مش والله حقيقيه. والله العظيم في طبعا. حاجات مش حقيقيه. مش كل حاجه حقيقيه. طب وفي استثناءات كمان. لا استثناءات زي ما علاء قال، عشان التربيه وعلشان البيئه، المناخ اللي طلعتي منه، اللي اهلك زرعوه فيكي. انما طبعا. في حاجات بتبقى فعلا تمام، وفي حاجات لا، مش انا شايف ان مش أكيد. في حاجات بيقولها مش صح، وحاجات مش صح معايا، مش هو اللي صغيرنا، مش فيا، مش راكبه عليها شخصيتك. في حاجات فيا. طيب حصل ولا ما حصلش ان انت اخدت عربون وخلعت؟ اوعى تقول ما حصلش. انتوا عايزينها حصل ولا ما حصلش؟ حصل. انت احنا عايزينك تقول الحقيقه. حصل. افضل لف فيه. شجعوه طبعا عشان يقول الحقيقه. شجعوه عشان يقول الحقيقه. كده هنعمل مواضيع. ممكن يكون حصل عشان كان عندك ظرف، حد تعب من عيلتك، حد حاجه، يعني مش شرط يكون حصل عشان انت في نيتك تسرق. شفت انت يعني انا اطلع حرام قدام الناس. لا ما انا انت قول حصل وليه حصل. ايام التيش حصل. ايام التيش حصل. كنت صغنطوط لسه؟ يعني جاي في عربون جالي، وانا طبعا في عيد داخل عليا، كنت في رمضان لا شجعته يا جماعه، لا نسقف عشان شجعته. بس برد يعني ايه، فكيت بيه زنقه وبعدين رجعته. هي جت معايا كده بصراحه مره. اصل انت بدات غنى وانت صغير قوي، طفل لسه يعني مسموح لك ان انت الالتزام كل يوم بحفلات وبافراح وفي اوقات صعبه واماكن صعبه. ساعات الواحد بيبقى عايز ده احنا الكبار ساعات بنبقى عايزين نفلسع بالتصوير وندي اي اعذار، فما بالك طفل يعني. فلا ما خلاص مسامحينا بس يعني بحسن نيه يعني. ما ايوه طبعا. وبعدين نحييه على شجاعته. انا بقول الحقيقه. انت مش عارفه القمر. قمر يا ناس حبيب قلبي خلاصي عليك. قولي بقى، قولي العسل ده لازم يتعكس. فيش بقى رقصه كده وانت بتغني وهي بترقص. مصطفى مصطفى ها، بعد ما نخلص حفلك فين شويه او معجبه. أيوة. عكستك طبعا واحده من الفانز. حصل. ما دي ما فيهاش كلام يعني. احكي لنا الموقف. بس انا كنت مبسوط الحقيقه. كل الناس اللي بتتفرج عليا وبتسمعني ان هم معجبين بصوتي ومعجبين، ما باخدهاش بنظره شخصيه. لا ما بعملش كده. ما انت ما فيش ولا واحده مره معجبه؟ لا في كتير. عجبتك؟ لا طبعا. حسيتها لطيفه ظريفه تنفع عروسه؟ حصل. ايوه حصل 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 بالثلاثه. ما حصلش الا بس يعني ربنا بقى يا رب نصيب. مش عارف مش لايق عليه يعني. موقف كده بينك وبين الرقاصه وهي بتعكسك انت يعني، وطرتك وهي بتعمل لك الرقم. شات. وانا اقول لها طب الفيس بتاعك ايه؟ لا حصل برضه. طب هو انت رايح فين بعد الفرح ده؟ عندك فرح تاني؟ يلا. حصل بجد؟ والله يعني يلا بينا. طب رحت ولا ما رحتش؟ لا ما حصلش. برافو عليك يا مصطفى ان انت ما رحتش. حبش الراجل اللي بيروح. اللي يروح في داهيه كده. قعدتك دي كده الكلام بقى كبير قوي. طيب ما تيجي نغني اغنيه